مفروض أن لا نخلط بين مفهومين. أولا، صحيح بأن الولايات المتحدة دولة قوية من ناحية التأثير السياسي واقتصاديا وعسكريا، ولكن هذا لا يعني بأن يوجد أو يمكن أن يكون متواجدا عالم ذا قطب واحد. والآن بعد انتهاء الحرب الباردة، الآن يجري تكوين عالم متعددة الأقطاب. وأضرب أمثلة: قبل الأزمة كان الصين، اقتصاد الصين ينمو بست مرات أقوى من اقتصاد الأمريكي، وعند أمريكا أربع مرات أكثر وأسرع من اقتصاد الأمريكي، عند الاتحاد الأوروبي مرة ونص مرة أسرع من اقتصاد نمو الاقتصاد الأمريكي. الآن نحن في الأزمة، والأزمة مستمرة، وعند الجميع انخفض إجمالي الناتج الوطني، ولكن عند الصين فقط انخفضت وتائر النمو. إذا كانت هناك 13% ففي السنة الماضية كان هناك 8% و7%. انخفضت فقط الوتائر، ولذلك أقول لكم بأن يجري عملية تكوين عالم متعدد الأقطاب، نظام متعدد الأقطاب، وتحصل هناك الإمكانيات وفرص لتحالفات جديدة واصطدامات جديدة بحد ذاتها.